بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هناخد ريفيجن سريعة على المحاضرة اللي فاتت، اللي كانت الأرايل هالايد. قلنا الأرايل هالايد إن أنا عندي حلقة بنزين دايركت أتاتش بإيه؟ دايركت أتاتش بالهالايد، سواء كان كلورو برومو أيودو فلورو، يبقى أنا عندي هالوجين دايركت أتاتش بكربون بتاعت الأروماتيك رينج اللي موجودة عندي. وقلنا اتكلمنا على التسميه، قلت عندي طبعا كلورو بنزين برومو بنزين ايودو بنزين فلورو بنزين، حاجه بسيطه جدا. لو عندي طبعا داي سبستيوشن، لو هم حسب البوزيشن بتاعهم، لو هم واحد واثنين يبقى اقول واحد واثنين داي برومو، او اقول عليها اورثو داي سبستيوتد بنزين، او حسب بقى ايه الهالوجين اللي موجود، ايه اللي موجود عندي. على سبيل المثال ده اقول عليه اورثو داي برومو، ده اقول عليه ميتا داي برومو، ده بقول عليه بارا داي ايه داي كلور، وده ميتا داي كلور. عندي حاجه زي ده، زي ما احنا عارفين حلقه البنزين مع الميثايل اسمها تولوين، ممكن اقول هنا ميتا كلورو تولوين، او اقول 3 كلورو تولوين، ما تفرقش حاجه. ماشي، هنا على سبيل المثال حاجه زي ده بسميه اقول عليه بنزايل بروميد، وكنا حضرناه في المحاضره بتاعت الالكايل هالايد في اخرها، عن طريق ان انا بجيب التولوين افعله مع الان برومو ساكسينامايد في يو في ولايت اللي هو فوتوليسيس، وفي وجود النون بولر سولفنت، يعني ما فيش حاجه عندي مصدر لحاجه مائيه او بولر سولفنت يكون عندي، لا كله نون بولر، ووجود اليو في واللايت ضروري عشان يحصل عمليه الايه الفري راديكال سبستيوشن. فري راديكال سبستيوشن هنا في المثال ده مثلا لو بادئ بالتلوين بستبدل ذره هيدروجين ببي ار، الكلام ده شرحناه بالتفصيل وهنمتحن فيه بكره ان شاء الله. هذا كنت بقول عشان يديني مونو برودكت بستخدم الان برومو ساكسينامايد عشان يحصل عمليه البرومينيشن مره واحده فقط. فده بقول عليه المجموعه الفينايل لما اكون ماسكه سي اتش 2 على بعضها بقول عليها اسمها بنزايل. ماشي يا شباب، اقول بنزايل برومايد، زي ما اقول مثلا صوديوم كلورايد يبقى بنزايل برومايد، او اقول عليها فينايل برومو ميزان، او اقول عليها برومو تولوين، كلها تسميات مرادفه لايه؟ لبعضها، اهم حاجه تؤدي لايه؟ تؤدي الغرض. كل الكلام ده شرحناه بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. وطبعا الهالوجين هحضرها ازاي؟ بحضر الهالوجين، وده طبعا كان مثال من الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هي مجموعه الايزوبروبايل اللي عندي في البوزيشن رقم 4 دهيت، ممكن اقول عليها ايزوبروبايل، او بقول عليها ديت بروبان 1 2 3. اقول عليها بروبان واشوف الاتاتشمنت او الاتصال بتاعها مع حلقه البنزين كان انهي، في انهي كربونه في البروبان، هل رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثه، في الكربونه رقم اثنين عشان كده بقول تو، وايل على اساس ان هي از اي از القايل راديكال، وايل على اساس ان هي القايل ايه القايل، فبقول ان البروبان الكربونه رقم اثنين فيه هي اللي ماسكه في حلقه البنزين مباشره، وعلشان كده حطيت ايه تو، قلت تو ايل، يعني ايه؟ يعني ده تو، ده كربون رقم 2 اللي ماسكه في حلقه البنزين، وايل على اساس ان هو از ايزو بروبايل او از القايل ايه القايل راديكال. قلت البريباريشن، قلت بتم عن طريق عمليه الهالوجينيشن، اجيب الكلورو بنزين او البرومو بنزين او اي هالو بنزين واعمل له عمليه، مثلا ديت دخلنا في الرياكشن كنت بعمل للبنزين عمليه هالوجينيشن، اديني الايه؟ اديني الكلورو مثلا كلورينيشن، هديني كلورو بنزين. الكلورو بنزين زي ما احنا عارفين التفاعلات بتاعته، اول نوع من التفاعلات اللي هي الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. انا حضرت خلاص الكلورو بنزين، جبت البنزين عملت عليه عمليه كلورينيشن في وجود لويس اسيد. ماشي يا شباب؟ طب خلاص حضرت الكلورو بنزين او البرومو بنزين، حبيت اعمل عليه فيرزر الكتروفيليك سبستيوشن، حاجه زي النيتريشن. واحنا عارفين النيتريشن بستخدم النيتريك اسيد كونك نيتريك اسيد في وجود السلفوريك اسيد اس كاتاليست، بيديني النيترونيوم ايون اللي هو ال NO2 بلس، ال N عليها شحنه موجبه لان ال N رباعيه، هتروح فين؟ قلت السي ال الاورينتيشن بتاعها ان هي ويك دي اكتيفيتنج، ولكنها بتوجه ايه؟ توجه اورثو، وتوجه فين؟ وتوجه بار. يبقى ده مره دخلت لي النيترو جروب في البوزيشن 2 اللي هو الاورثو، ومره في البوزيشن بارا اللي هو الايه؟ اللي هو رقم 4. يبقى مرة ادتني تو نيترو كلورو بنزين، ماشي، او بارا نيترو كلورو بنزين، هعمل عليهم فيرزر تاني الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن اللي هو النيتريشن.
بالنسبه للقرص ده خلاص هيدخل لي فين؟ هيدخل لي في البار، ماشي، وممكن يدخل لي كمان في القرص الثاني اللي فوق ده، ده يعتبر برضه قرصه بالنسبه للسي ال، هيديني في الاخر خالص المحصله الاخرانيه، هيديني الراجل اللي في الاخر ده اللي بيقول عليه 2 و4 و6 تراي نيترو كلورو بنزين. مش احنا قلنا بنبدا الكلام ده شرحناه المحاضره اللي فاتت، بنبدا هنا رقم واحد، يبقى دي 2 3 4 5 6، يبقى اقول 2 و4 و6 تراي نيترو كلورو بنزين. ده بالنسبه لمين يا شباب؟ للالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. يبقى هي الكلام اللي احنا عارفينه ده وقتل بحثا، اورسو بارا دايركت ويك دي اكتيفيتنج اورسو بارا دايركت، فاما بعمل على اي الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن، الالكتروفيل اللي انا هيخش لي اما في البوزيشن رقم 2 اللي هو الاورسو بالنسبه للسي ال، او البوزيشن رقم 4 اللي هو البارا بالنسبه للسي ال، بس كده. فانا هنا بعمل عمليه، واخد مثال اللي هو النيتريشن. يبقى النيتريشن زي ما احنا عارفين بيطلع لمين؟ بيطلع للان او 2 از الكتروفايل، سترونج الكتروفايل. ليه؟ لان الان عليها شحنه موجبه، يبقى بتخش لي فين؟ تروح في انهي مكان؟ تروح لي مره في الارثو اللي هو رقم 2 ومره في البار. اقعد اعمل برضه فيرزر نيتريشن تاني لغايه ما اقفل كل الاماكن المتاحه على مين؟ على الكلورو او النيترو كلورو بنزين. ماشي يا شباب؟ نيجي بعد كده لتفاعل اخر، هو ده اللي اتكلمنا فيه برضه المره اللي فاتت، اللي هو النيوكليوفيليك اروماتيك سبستيوشن. ان التفاعل اللي فات ده كنت بدخل الكتروفايل راجل موجب على الايه؟ على الارايل هالايد. انا عايز ادخل مين هنا في الحاله ديت؟ عايز ادخل نيوكليوفايل سالب. وعرفنا ما هو النيوكليوفايل انتروداكشن بتاعت سنه اولى، نيوكليوفايل واحد يا اما عليه نيجاتيف تشارج يا اما عليه لون بير من الالكترون او باي بوند، يعني سورس للالكترون، سورس للالكترون. ده بقول عليه نيوكليوفايل. وكل واحد حسب الايه؟ السترينث بتاعته، حسب القوه بتاعته. فطبعا النيجاتيف تشارج اقوى من اللون بير، اقوى من الباي بوند. ماشي يا شباب؟ اللي عليه كومبليت نيجاتيف تشارج يليه اللي عليه لون بير من الالكترون، يليه اللي على الايه؟ الباي بوند. ده بالنسبه لمين؟ للترتيب حسب القوه از نيوكليوفايل، از نيوكليوفايل. يعني النيوكليوفايل ممكن واحد عليه كومبليت نيجاتيف تشارج هيشتغل، بس اللي عليه لون بير هيشتغل، ولكن اللي عليه نيجاتيف تشارج اقوى منه. اللي عنده دبل بوند زي الالكين، السنه اللي فاتت كنا التفاعلات بتاعتها كانت بتبقى عباره عن ايه؟ الكتروفيليك اديشن. الالكين الباي بوند هي اللي كانت بتعمل اتاك على الريجنت اللي بتفاعل معاه، مش العكس، لان هي اللي كان معاها الالكترون اللي هتكون بها البوند الجديده، فهي اللي كانت بتهاجم. فعلى طول النيوكلوفايل هو المهاجم، بس حسب القوه اللي هي، حسب القوه بتاعته. فاقول هنا بالنسبه للارايل هالايد نيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن. ادي عندنا ده ارايل هالايد كلورو بنزين، هنا اربعه نيترو في البوزيشن رقم اللي هو البارا رقم 4، 1 كلورو 4 نيترو. انا دخلت النيترو جروب في الاثنين واربعه، ماشي، هنا 2 و4 و6، 2 و4 و6، وقلت مين الاقوى؟ قلت طبعا الاقوى اللي عليه 3 نيترو جروب يليه اللي عليه 2 نيترو جروب يليه اللي عليه واحده بس. وقلت الشرط ان النيترو جروب اللي احنا عارفينها الكترون وذروينج جروب، الكترون وذروينج ليه؟ علشان الان اللي ماسكه في حلقه البنزين عليها شحنه موجبه، اللي عليه شحنه موجبه ده يعطي الالكترونات ولا يسحب الالكترونات؟ يسحب الالكترونات لان عليه موجب، الموجب هيسحب من السالب اللي هي الباي بوند، هيسحبها بره الرينج. فكده بيقلل ايه؟ يبقى اقول عليه دي اكتيفيتنج. بس دي اكتيفيتنج فين؟ بالنسبه للالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. لما هنا بقول ايه؟ نيوكليوفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن، اللي هيروح يتفاعل على حلقه البنزين واحد عباره عن نيوكليوفايل. على سبيل المثال هنا حاجه اسمها صوديوم ميسوكسايد. صوديوم ايه؟ ميسوكسايد. صوديوم ميسوكسايد. والصوديوم ميسوكسايد ده بقول عليه نيوكليوفايل ليه؟ لما قلت الاو عليها كومبليت نيجاتيف تشارج. هذا اللي هو الصوديوم ميسوكسايد اللي انتم عارفينه اللي واخدينه في سنه اولى ده. بيبقى كده الصوديوم ميسوكسايد. ادي سي. سي. H 3
وعندي هنا او ضاعت في الكتابه ديت. المهم عندي هنا او ديت عليها نيجاتيف تشارج ومتصله بمين؟ متصله بان ايه؟ ده كده اسمه صوديوم ميثوكسيد، وهنا ديت ان ايه؟ يبقى ايه هو الصوديوم ميثوكسيد؟ سي اتش 3 او وعليها الاو عليها نيجاتيف تشارج كامله، وده الان ايه الموجب، الان ايه الموجب ده بقول عليه صوديوم ميثوكسيد، صوديوم ميثوكسيد. طيب يبقى ده النيكروفايل اللي عندي اللي هو الاو سي اتش 3، ده اللي هيروح يحل محل مين؟ محل السي ال او البي ار او الايودو او الفلورو اللي موجوده عندي، عشان يعمل لي عمليه الايه يا شباب؟ السبستيتيوشن، الاستبدال. واحنا عرفنا هنا في النيكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن بالنسبه للارايل هالايد مين اللي بيخرج از ليفنج جروب؟ الهالوجين اللي موجود عندي، واللي بيحل محله مين؟ النيكلوفايل اللي انا ايه اللي انا مستخدمه، النيكلوفايل اللي انا ايه اللي انا مستخدمه، بس كده. فانا قلت هنا ثلاث مجموعات، انا الوقت النيكلوفايل ده عليه ايه؟ عليه شحنه سالبه، اللي عليه شحنه سالبه ده وراح يتفاعل مع رينج جواها ست الكترونات قاعدين يدورهم بالريزونانس، والالكترونات ديت شحنتها سالبه بتاعت الباي بوند، واللي جاي عندي راح يتفاعل معاها شحنته سالبه نيوكلوفايل. يبقى الحل ايه؟ الحل علشان يتفاعلوا لازم اقلل الالكترون دينستي جوه حلقه البنزين عشان يبقى لها قابليه ان هي تستقبل الكترونات، انما لو هي مليانه الكترونات وواحد جاي معاه الكترون هيتفاعلوا مع بعض ازاي؟ سالب مع مستحيل. يبقى حل عشان اعمل اكتيفيشن للرنج ديت اعمل لها عمليه تنشيط علشان تتفاعل مع النيكروفايل اللي موجود عندي ده اللي عليه شحنه سالبه او لون بيرمن الالكترون. اعمل ايه؟ احط على حلقه البنزين مجموعات ساحبه للالكترونات. مجموعات ساحبه للالكترونات ليه؟ علشان الرنج يبقى لها قابليه ان هي تتفاعل مع النيكروفايل اللي راح يتفاعل معاها. يعني واحد شبعان وجبت له اكل مش هياكل لانه شبعان، يبقى حله ايه؟ تجوعه. اجوع الرنج دي ازاي؟ ان انا اسحب منها الالكترون، لما اسحب منها الالكترون يبقى عندها قابليه انها تتفاعل مع مين؟ مع النيجاتيف تشارج بتاعت النيكلوفايل او اللون بير بتاعت النيكلوفايل اللي رايح يتفاعل معاه. وبالتالي الاثنين واربعه وسته داي نايترو تراي نايترو كلورو بنزين افضل من الاثنين واربعه داي نايترو كلورو بنزين، افضل من الباره نايترو كلورو بنزين، افضل من الاورسو نايترو كلورو ايه؟ كلورو بنزين. الاخر خالص اللي هو مين؟ الكلورو بنزين اللي ما لهوش اي سبستيتيوشن، اللي ما لهوش اي سبستيتوانت الكترون ويز دروينج جروب في البوزيشن اورسو والبوزيشن ايه؟ والبوزيشن بار، ده اقلهم. يبقى كل ما زودت المجموعات الساحبه للالكترونات كل ما زادت الرياكتيفيتي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للنيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. العكس صحيح تماما لو بعمل الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. مكان النيوكلوفايل ده التفاعلات اللي اتكلمنا عليها كلها رايح افعلها مع الكتروفايل. موجب، الموجب عاوز ايه؟ الموجب عايز الكترونات مالي حلقه البنزين يتفاعل بسرعه. زي ما قلت الاو اتش الان اتش 2 الالكترون دونيتنج جروب كلها ديت بقول عليها اكتيفيتنج اورسو بار. انما دي الالكترون دروينج جروب بالنسبه لي الالكتروفيليك سبستيتيوشن كانت دي اكتيفيتنج، انما هنا تعتبر ايه؟ تعتبر اكتيفيتنج. ليه؟ ايه الوضع اللي اختلف؟ هنا بيهاجمها واحد سالب، هناك في الالكتروفيليك سبستيتيوشن اللي كان بيهاجم حلقه البنزين واحد موجب. يبقى الموجب عاوز الكترونات كتيره، السالب مش عايز الكترونات، عايز الكترونات قليله علشان يتفاعل. علشان كده النيوكلوفايل ده المكان حتى اللي بيجي يروح له على حلقه البنزين بيروح لانهي مكان؟ المكان بيروح للكربون اللي هي ماسكه في الايه؟ اللي ماسكه في السي ال او في الهالوجين على طول. ليه؟ لان احنا عارفين ان الهالوجين السالبيه الكهربائيه بتاعته عاليه، الالكترون نيجاتيف عاليه. فبالتالي الكربون دي اللي عليها القلم ديت، الكربون ديت اقل كربون عليها الكترونات من السته دولت كلهم. ماشي يا شباب؟ فبروح يعمل اتاك على ديت علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تطلع لي في الاخر يخرج الايه؟ السي ال في نفس الوقت هي اللي تخرج لي از جود ليفنج جروب. السي ال بتخرج لي از جود ليفنج ايه؟ جروب. ماشي يا شباب؟ بس كده. وخدنا الايه؟ الميكانيزم بتاع اللي هو النيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن اول نوع اللي هو عباره عن الاديشن اليمينيشن. اول حاجه بعمل زي ما قلت بعمل اديشن بالنيوكلوفايل بتاعي. النيوكلوفايل بتاعي هنا مين؟ اللي هو الاو اتش جاي مثلا من الصوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد. ماشي؟ يبقى ده الاو اتش عليه شحنه سالبه، هيروح فين؟ يروح على السي ال، الكربون اللي ماسكه في السي ال هيقوم ماسك فيها. ماشي يا شباب؟
في الاخر خالص قلت النيوكلوفايل اللي عندي ده بيحل محل مين؟ الهالوجين اللي موجوده عندي، يبقى السي اللي هتخرج ويحل محلها الاو اتش، يبقى اداني مثلا ده، يبقى ده اداني 2 نيترو او اورثو نيترو فينول. الناس تخلي بالها من الحاجات دي علشان امتحان بكره. هنا نفس الكلام هيديني 2 و4 داي نيترو فينول. انا كل ما هنالك ايه؟ السي ال سواء كانت سي ال او بروم او كلورو او ايودو تكون زي ما تكون، هيحل محلها مين؟ النيوكلوفايل اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. الراجل الاخراني ده اللي هو فيه اللي هو 2 و4 و6 تراي نيترو كلورو بنزين، لما الاو اتش بتحل محل السي ال اللي بيطلع عنده ده اسمه بيكريك اسيد. بيكريك ايه يا شباب؟ بيكريك اسيد. البيكريك اسيد من الاسم كده يبقى اكيد اكيد هتبقى الايه؟ هتبقى الاسيدتي بتاعته عاليه، هتبقى الاسيدتي بتاعته عاليه. وهنتكلم عليه في الفينول اللي هناخده النهارده ان شاء الله، بس هناخده في ايه؟ في محاضرات تانيه يعني. بقى اهم حاجه عندي بيخرج عند مين؟ البيكريك اسيد. ما هو البيكريك اسيد هو عباره عن اسمه 2 و4 و6 تراي نيترو فينول. يبقى ال 2 و4 و6 تراي نيترو فينول هو ده الايه؟ هو ده الايوباك نيم بتاع البيكريك ايه؟ البيكريك اسيد. احنا لغايه دلوقتي كده يا شباب قاعدين نشرح في المحاضره اللي احنا خدناها الاسبوع اللي فات اللي ما خدناش الا هي اصلا ثلاث يوم السبت. او قلت الميكانيزم، اول حاجه عندي هيجي النيوكلوفايل بتاع الاو اتش اهو، هيقوم عامل نيوكلوفيليك اتاك على الكربون اللي ماسكه في السي ال اللي هي الكترو بوزيتيف، عليها شحنه موجبه جزئيه لان السي ال بتسحب منها. طيب خلاص مسك فيها كده، لما مسك هنا الاو اتش يبقى انا كده الباي بوند ديت بتقوم متحركه وجايه هنا از نيجاتيف تشارج، واعمل الريزونانس العادي ديت هيحصل لها اوفرلابنج، يبقى اللون بير او النقطتين دولت هم كانوا الباي بوند اللي كانت هنا واتحركوا ليه؟ لاني دخلت الاو اتش عليها نيجاتيف تشارج، عملت لي بوند جديده هي اللي جايبه البوند معاها من بيتها وهي جايه. فكده الكربون دي كده لو فضلت الوضع بالمنظر ده مستحيل، لان الكربون دي اللي في الوسط ديت اللي ماسكه في الاو اتش هيبقى حواليها كده خمسه لو سبتها بالمنظر ده. ماشي يا شباب؟ فلازم ايه؟ لازم تتحرك. تتحرك تبقى عباره عن الايه؟ عن النيجاتيف تشارج اللي موجوده عندي. ادي هنا نيجاتيف تشارج او اللون بير من الالكترو، دي كده نيجاتيف تشارج. هيحصل بعد كده ايه؟ اوفر لابنج، اعمل الريزونانس العادي اللي احنا عارفينه ازاي نرسمه. هتتحرك هنا الباي بوند دي، هتيجي هنا بين الان وبين الكربون. هيديني الشكل ده، وفي نفس الوقت دي لما نزلت هنا الكربون النيتروجين ديت رباعيه. برضه مش هتفضل كده، الباي بوند تتحرك على مين؟ على الاو. يبقى الاو عليها ايه؟ عليها نيجاتيف تشارج، يبقى الاو هنا عليها نيجاتيف تشارج والاو الناحيه الثانيه دي عليها نيجاتيف تشارج. ارجع الريزونانس ثاني كما كنت، او اللون بير اللي هي البوند اللي بين مين؟ اللي بين الاو وبين الان اللي هي الباي بوند. لما رجعت كده لما الان لما هترجع ثاني الان ده هيبقى حواليها خمسه، يبقى حلها ايه؟ لازم الباي بوند دي تكمل تعمل اوفرلابنج هنا ودي تعمل اوفرلابنج هنا، يبقى هنوصل هنا في الاخر يبقى عندنا ايه؟ نيجاتيف تشارج اللي هو الشكل ده. اللي هو الشكل ده. الراجل اللي اتكون عند الانترميديت ده اللي عليه نيجاتيف تشارج، كربون عليها نيجاتيف تشارج اسمه كاربوناين. اسمه كاربوناين. الكربون يبقى إيه؟ اسمه ايه؟ ميزن هيمر كومبلكس. يبقى هو الميزن هيمر كومبلكس ده هو عباره عن الانترميديت اللي بيتكون في النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. ده اسمه ايه؟ وعباره عن ايه؟ عباره عن كاربوناين. كاربوناين يعني ايه؟ يعني كربون وعليها نيجاتيف تشارج. وبرضه بيحصل له ستابلايزيشن بالايه؟ بالريزونانس. ماشي يا شباب؟ واللي خلاه يحصل له ستابلايزيشن بالريزونانس ويثبته مين؟ ان انا عندي الكترون وذروينج جروب زي النيترو جروب تسحب الالكترونات. كان هناك في الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن كان مكان ميزين هيمر كومبلكس ده كان اسمه سيجما كومبلكس، كان هو عباره عن ايه؟ عباره عن كاربوكاتاين ستابلايزد بالريزونانس وكان بيحصل فيه لوس اوف اروماتيستي. الخطوه الاخيره هنا يبقى انا دلوقتي عملت اول خطوه اديشن اوف نيوكلوفايل، ضفت النيوكلوفايل. الخطوه الاخيره بعمل انا خلاص، الخطوه الاخيره بقى اللي عايز اعمل عمليه الاستبدال زي ما كنت في الالكتروفيليك عشان كنت بستبدل الهيدروجين بطلعه از بروتون وحل محله الايه؟ الالكتروفايل اللي كان بيبقى موجود عندي. هنا انا عايز الهالوجين الهالايد يخرج اللي هو جود ليفنج جروب ويحل محله مين؟ ويحل محله الايه؟ الاو اتش او النيوكلوفايل عموما اللي موجود ايه؟ النيوكلوفايل عموما اللي موجود عندي. يبقى الخطوه الاخيره elimination of leaving group، المجموعه المغادره. ما هي المجموعه المغادره؟ هي السي ال او الهال او البروم او الكلورو او الايودو. والمجموعه المغادره اي مجموعه بتغادر، اللي بيجي يغادر ده
بياخد الرابط اللي بينه وبين الحاجه اللي ماسكه فيه ويمشي. يعني معنى ذلك ان الراجل اللي ماسك فيه ده الكربون ديت هي اللي هتفقد البوند، فالبوند هتعوضها منين؟ لما حصل نيجاتيف تشارج اللي اتكونت هنا في الانترميديت ده ميزنهيمر كومبلكس، دي يحصل لها اوفرلابنج هنا، يبقى الكربون كده اللي في اللي هي ماسكه في الاو اتش والسي ال وكربون يمين وكربون شمال، لازم السي ال هتخرج از جود ليفنج جروب ويكون عند مين؟ البارا نيترو، البارا نيترو فين. كل الكلام ده شرحناه في المحاضره اللي فاتت. يبقى النوع الاولاني من النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، اول حاجه ان انا بعمل عمليه اديشن فلود باي اليمينيشن ميكانيزم، او اليمينيشن اديشن يعني ايه؟ ان انا اضيف نيوكلوفايل، والاليمينيشن ان يخرج عندي اللي هو الهالايد از جود ليفنج جروب، از جود ليفنج جروب. ماشي يا شباب؟ والخطوه بتاعت الميزن هيمر كومبلكس ديت بقول عليها الريديتيرمينج ستيب، زي ما كان في الالكتروفيليك سبستيتيوشن كانت الخطوه بتاعت تكوين السيجما كومبلكس هي الريديتيرمينج ستيب. الناس اللي تركز معايا في كل محاضره بقوله، يعني امتحان بكره نص هتلاقي الكلام اللي احنا في غير محله، بس الكلام بنراجعه واحنا بنتكلم هتلاقي عندك في الامتحان لو انت سيادتك متابع وايه وعايز تتعلم وبتبذل يعني الى حد ما المجهود المطلوب منك يعني، واخد بالك؟ فهو كل واحد المفروض يعمل اللي عليه ويرضي ضميره، ما دام راضي ضميرك وحاسس انك انت راضي ضميرك خلاص، بس ما ترضهوش بالباطل تبقى ما بتذاكرش او ما بتذاكر مذاكره مش كويسه وتقول ان انا راضي ضمير، انت ضميرك فيه حاجه مش مظبوطه. ماشي؟ اهم حاجه اتقان العمل، هتذاكر تذاكر بما يرضي الله بس، وبعد كده قلت لك اي حاجه اسالني فيها، انما انت مش هتذاكر كويس ومش هتتقن عملك والموضوع مش في دماغك لا تلومن الا نفسك. طيب قبل ما نخش على السلايد الاخيره يا شباب، انا قلت عندي البار الالكترونز دروينج جروب ماست ليد تكون موجوده. ماشي يا شباب؟ في الارسه والبارا. احنا لو فرضنا عندي هنا دلوقتي في الوضع ده النيترو جروب ديت مش موجوده عندي في البارا، موجوده في الارسه، موجوده هنا كده، عندي هنا ان NO2 موجوده هنا في الميتا. ماشي يا شباب؟ مش انا كنت بقول الميتا لازم يكون عندي الالكترون وزيرون جروب البوزيشن بتاعه يكون في الكورسو او البارا بالنسبه للهالوجين اللي موجود عندي. طب لو فرضنا انا قلت في الميتا ما ينفعش ليه؟ انا لو جيت ابص دلوقتي واكمل خلاص انا ده موجود عندي في الميتا، حصل نيوكلوفيليك اتاك بالاو اتش او بالان اتش 3 اي نيوكلوفايل موجود عندي، اداني الراجل ده خلاص الباي بوند دي بتتحول هتيجي عندي هنا في الكورس. ماشي؟ المفروض ان انا عندي هنا ايه؟ انا بقول احنا دلوقتي مالناش دعوه بده، انا بادئ بميتا نيترو كلورو بنزين، عشان الناس تبقى سيب ده خالص عشان في ناس بتبقى قاعده نايمه. انا بقول هنا بادئ بميتا نيترو كلورو بنزين، يعني هنا برضو دي مش موجوده. وصلت لايه؟ ان انا بمسح ده اقول دي مش موجوده، بمسحها علشان الناس تتاكد ان انا مش قصدي عليها. ادي هنا النيترو جروب NO2 ماشي يا شباب؟ اجي ابص بقى، اجي اكمل الريزونانس بقى يا شباب. مش انا كنت بقول ان الريزونانس لازم كله يبقى في اتجاه واحد وراس السهم ماشيه مع بعضها، المفروض الطبيعي دي هتحصل لها اوفرلابنج هنا، يبقى الباي بوند تمشي فين؟ هتيجي على البارا هنا. انا دلوقتي بالمنظر ده النيترو جروب لها فايده؟ لها لازمه؟ كده واقفه كانها بالظبط شبكه ملهاش اي لازمه خالص، كانها زي عسكري المرور، هي كده دلوقتي لها اي رول في الموضوع ده؟ هل سحبت الباي بوند من جوه حلقه البنزين ودخلت عليها زي ما قلت في حاله لما اكون هنا في البارا؟ حد يرد عليا يا شباب؟ كده النيترو جروب لما بقت في البوزيشن رقم 3 في الميتا بقى لها اي رول دلوقتي؟ بالظبط كده. فانا بقول لازم يكون ايه؟ فانا قلت لازم ال NO2 انا عايزها عشان دي يبقى لها رول في النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن، ان هي تسحب الالكترونات من جوه حلقه البنزين. تمام كده يا شباب؟ ان هي تسحب هي دلوقتي سحبت حاجه؟ ما سحبتش حاجه، هي بالظبط شبيهه بكلورو بنزين اللي ما عليهوش اي حاجه، اللي عليه النيتروجين، اللي عليه كل اللي عليه كله هيدروجين. وعندي هنا مثلا سي ال مثلا او بي ار،
هي زيها زي الراجل ده، بس يعني ايه لها افكت شويه في الميتا، ان هي مثلا ايه بتسحب الالكترونات من الكربون اللي جنبها بس، ليس الا. انما هنا لها اي دور في النيوكليوفيليك سبستيوشن؟ ملهاش دور. اهو الريزونانس هيجي يمشي ولا لا، ولا هتسحب الالكترونات من جوه حلقه البنزين ولا يحزنون. يبقى كده ايه الرول اللي عملتها؟ انا عايز الكترون وسترونج جروب سترونج تسحب لي الالكترونات من جوه حلقه البنزين، بحيث النيوكليوفايل يروح يتفاعل لي على الايه؟ على حلقه البنزين. ده باني كده ما سحبتش الكترونات، يبقى التفاعل ايه؟ يبقى التفاعل هيكون ضعيف، ايه؟ ضعيف جدا. علشان يتم في كونديشن شديده جدا، درجه حراره عاليه ودرجه الانصهار، واعمل فيوجن واخد وقت. يعني ايه كونديشن بقول عليها دراست كونديشن؟ ظروف قاسيه علشان التفاعل يتم. انما قلت كل ما زود الالكترون والزرونج جروب سواء في البوزيشن اورسو او برا، كل ما زود كل ما الرياكتيفيتي بتزيد، كل ما التفاعل بيتم بسرعه. يعني ممكن لو عندي سبستيتوانت واحد في الاورسو او البارا زي ما قلت قبل كده هيتم مثلا عند 150 درجه، زودت اثنين نيترو جروب، واحده في الاورسو واحده في البارا، يتم لي مثلا عند 100 درجه مئويه زي ما شرحنا قبل كده. حطيت ثلاثه نيترو جروب يتم اتروم تمبرتشر من غير ما اعمل حاجه، اعمل التفاعل كده في درجه حراره الغرفه بتاعت اقل كده تفاعل يتم. نتيجه ان انا ايه؟ ان انا عندي ثلاثه الكترون وزرونج جروب اقوياء بيسحبوا من حلقه البنزين، فبيخلي ميلها او لها تندستي ولها قابليه ان هي تتفاعل مع الايه؟ مع النيوكليوفايل. انما لو سبت حلقه البنزين زي ما هي كده ما بسحبش منها ولا هيحصل اي تفاعل. في حاله مين؟ لو حطيت نيترو جروب في البوزيشن رقم كام؟ رقم ثلاثه. وهو ده السبب ليه بقول ان لازم تكون النيترو جروب موجوده عندي في الاورسو او موجوده عندي في البار. اخر حاجه هنقولها من نوع تاني من التفاعلات اللي بتتم على الارايل هالايد ونيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، او نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن رقم اثنين يا شباب، اللي فات ده كان ايه؟ قلت بعمل اديشن، كنت بعمل اديشن بالنيوكلوفايل، وبعد كده اعمل ايه؟ اعمل اليمينيشن في الخطوه الاخيره. في عندي نوع تاني من النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن عن طريق حاجه اسمها بكون البنزاين، بنزاين انترميديت. البنزاين انترميديت ده بيتم عن طريق ايه يا شباب؟ عن طريق ان انا الاول هنا بقى العكس، بعمل اليمينيشن، بعمل عمليه نزع الاول، يليه الاديشن. هناك انا كنت الوقت اللي لسه مخلصينه حالا ده كنت بعمل ايه؟ اديشن فولود باي اليمينيشن. ده بقى الايه؟ اليمينيشن فولود باي اديشن، العكس. هنا بقى مليء، انسى بقى موضوع ان انا احط اورسو بارا نايترو جروب في البوزيشن اورسو والبوزيشن بارا والكلام ده كله، لا. يبقى امتى ممكن اعمل على الارايل هالايد الانصب السيتيوتد اللي ما عليهوش اي سبستيتوانت الكترون وزرونج جروب، اعمل عليه نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن عن طريق مين؟ بقول عن طريق تكوين البنزاين، البنزاين اللي هو عندي ده، وهنشوف اتكون ازاي. ماشي يا شباب؟ التفاعل ده طبعا ما بيتمش على ايه؟ على مركبات كتير، او ما بحضرش به مركبات عديده زي التاني كده. اي نيوكلوفايد سواء عليه لون بير او عليه نيجاتيف تشارج بروح يتفاعل معاه في النوع الاولاني اللي هو الاديشن اليمينيشن، اللي شروطه لازم في الاورسو او البارا يكون عندي سترونج الكترون وسترونج جروب زي النيترو جروب. النوع الثاني ده الشرط ده مش موجود. ماشي يا شباب؟ ثاني حاجه النيوكلوفايل اللي عندي صودا مايد، او بقول عليها بوتاسيوم ايمايد، بوتاسيوم ال ان اتش 2 بتاع الامينو ديت بقول عليها بوتاسيوم ايمايد، مش بقول بوتاسيوم امين، الطبيعه اقول بوتاسيوم امين، ان اتش 2 دي بقول عليها امين، لا هنا اسمها بوتاسيوم ايمايد. بوتاسيوم ايمايد، وكنا واخدينها السنه اللي فاتت، حد يفتكر كنا واخدينها في انهي شابتر يا شباب؟ كنت واخدينها في ايه؟ واخدين البوتاسيوم ايمايد ديت، حد يفتكر؟ كنا واخدينها في الالقين، الالقين زي الاسيتيلين، كنت بتعمل بتشتغل از فيري سترونج بيز، كنت بس باخد الهيدروجين الاسيديك. ماشي، النيوكلوفايل الهيدروجين الاسيديك من الالقين، ما علينا، كنا بنقول الالقين له اسيديك كاركتر، فكنت بحط عليه فيري سترونج بيز زي البوتاسيوم ايمايد او الصوديوم ايمايد وانواع النيوكلوفايل. صح زهراء، بس هو كنت كان استخدامه فين؟ في الالقين، ما علينا. يبقى انا عندي دلوقتي بوتاسيوم ايمايد دي بقول عليها فيري سترونج بيز، وفي نفس الوقت فيري سترونج نيوكلوفايل. لما قلت فيري سترونج بيز يعني ايه؟
يبقى هتسحب لي هيدروجين از بروتون. طب فين الهيدروجين اللي هنا اللي تسحبه از بروتون؟ البروتون اللي هنا يا شباب على حلقه البنزين ده اقرب واحد ان هو يطلع لي از بروتون اللي متاثر لي بالبرومو، سواء في البوزيشن ده او البوزيشن ده، هي ده هي ده اللي هو يعتبره بالنسبه لي البرومو البوزيشن ده، او ده يعتبر اورثو، يعتبر اورثو. مش ديت رقم اتنين هنا، من لو عديت من هنا ومن هنا تعتبر رقم اتنين، ماشي؟ يبقى ده بقول عليه يعتبر اورثو بالنسبه لمين؟ للبي ار. الهيدروجين اللي هنا هو اللي هيتسحب منه، ليه؟ لان البي ار، البي ار اللي هنا ديت بتسحب كده لها ايه؟ ماينس اندكتيف افكت، هتسحب من الكربون ديت. يبقى الكربون ديت اللي هي ماسكه في البي ار، الطبيعي بتاعها هتسحب منين؟ اللي يتاثر بها اكتر، اول كربون جنبها، اول كربون جنبها، سواء اللي فوق او سواء الايه؟ اللي تحت. فديت عندها قابليه ان هي تطلع لي الهيدروجين اللي ماسك هنا از ايه؟ از بروتون. نتيجه للايه؟ نتيجه للالكترونيجاتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت البي ار، او الـ او الماينس اندكتيف افكت. مش قلنا الماينس اندكتيف افكت او الاندكتيف افكت عموما يتاثر بالمسافه، يعني اللي يتاثر الاتش اللي هنا ديت تتاثر اقوى من الاتش اللي في الباره ديت، او الاتش اللي موجوده هنا او الاتش اللي موجوده هنا. كل ما كانت المسافه قريبه للالكترونز دروينج جروب او الالكترونيجاتيف اتوم اللي هي زي البي ار اللي عندي ديت، يعني البي ار اول واحده تتاثر بها مين؟ الكربون اللي ماسكه فيها. يا لها مين؟ الكربون اللي بعدها على طول، الكربون اللي بعدها ايه؟ اللي بعدها على طول، ماشي؟ فبحط هنا ليه فيري سترونج بيز؟ لان لو ما عنديش قاعده قويه جدا الاتش ده عمره ما خارج از بروتون، لان طبعا الاسيديتي بتاعته مش عاليه. ده انا بقول بس مجرد ان البي ار بتسحب من الكربون ديت، فالكربون ديت اللي فوق اللي ماسكه في البي ار هتسحب من الكربون اللي جنبها، والكربون اللي جنبها بدورها هتسحب من مين؟ تسحب من الاتش. يبقى الاتش ده له عرضه ان هو يخرج از بروتون، بس في وجود مين؟ في وجود القاعده القويه جدا. زي مين؟ زي الصوداميد او البوتاسيوم ايمايد. يبقى انا قلت البي ار ديت تسحب من الكربون اللي ماسكه فيها، الكربون اللي ماسكه فيها تسحب من مين؟ هتسحب من الكربون برضو اللي ماسكه فيها. مش انا قلت الاندكتيف افكت يتاثر بالمسافه، كل ما المسافه قريبه كل ما تكون التاثير قوي، كل ما تبعد كل ما يكون التاثير ضعيف جدا. فالكربون اللي ماسكه في البي ار ده مين اللي يتاثر بها بعد كده؟ هي الوقت البي ار بتسحب منها، فالكربون دي اصبح عليها بارشال بوست في تشارج. يبقى الكربون اللي بعدها عليها بارشال بوست في تشارج بس اقل، سواء من الكربون اللي فوق او الكربون اللي تحت اللي هم قرصوا بالنسبه للكربون اللي عندي ديت اللي هي ماسكه في البي ار. فالكربون ديت لما عليها شحنه موجبه الى حد ما هتسحب من مين؟ عايزه تعوض الشحنه الموجبه، تسحب من الغلبان مين او الضعيف مين عندي؟ اللي هو الهيدروجين. فالهيدروجين ده ممكن يطلع از بروتون امتى؟ في حاله ان انا احط ايه؟ فيري سترونج بيز. فيري سترونج ايه؟ فيري سترونج بيز، ماشي يا شباب؟ يبقى لما احط فيري سترونج بيز زي البوتاسيوم ايمايد هتقوم جاي عامله ايه؟ واخده لي الهيدروجين ده از بروتون، واخده لي الهيدروجين ده از ايه؟ از بروتون. يبقى انا عندي، انا نيجي للخطوه دي المحصله ان هي يا شباب انا عندي برومو بنزين او كلورو بنزين او فلورو بنزين او ايدو بنزين احطه مع البوتاسيوم ايمايد في وجود الليكويد امونيا عند ماينس 33 درجه مئويه بيديني، بستبدل البي ار بالان اتش 2. الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه انيلين. اسمه ايه يا شباب؟ انيلين. الانيلين ده ازاي الانيلين ده اتكون؟ اهو نيجي نشوف بقى الميكانيزم بتاعنا. قلت اول خطوه اعمل من الاسم كده اليمينيشن اديشن، ادي اول خطوه الاليمينيشن ستيب 1 الاليمينيشن. يبقى انا عندي دلوقتي اده الفيري سترونج بيز اللي هي البوتاسيوم ايمايد اللي عليها شحنه سالبه والبوتاسيوم عليه شحنه موجبه. بهتم بالتفاصيل الصغيره ديت لان في ناس الحاجات ديت بتقوم ممكن تقعد تفكر فيها 3 4 ايام. يبقى دلوقتي الان اتش 2 اللي عليه شحنه سالبه ده هيجي يعمل ايه؟ يروح للاتش الغلبان ده ياخده از بروتو، خده از بروتو. يبقى ان اتش 2 مع الاتش اداني الان اتش 3، ماشي يا شباب؟ ادي الان اتش 3 ده بالان الاتش ده خرج، يعني معنى ذلك ان البوند دي موجوده على مين؟ على الكربون. يحصل له اوفرلابنج هتيجي هنا. في الحاله دي يبقى الكربون دي حوالها كام كده؟ حوالها 5، فلازم تخرج مين؟ تخرج البي ار. اهو البي ار ده هتخرج از ليفنج جروب از ماينس. اجي هنا البوتاسيوم مع البي ار يديني البوتاسيوم برومايد، يبقى البرومايد ده موجود على هيئه بوتاسيوم برومايد. وعليه نيجاتيف تشارج معناها ايه؟ معناها ان هو خد البوند اللي بينه وبين الكربون لان هو هايلي الكترونيجاتيف. بس احنا موضوع البوتاسيوم ايمايد خلاه غصب عنه ياخد البوند اللي بينه وبين الكربون ويخرج.
ماشي يا شباب. ليه؟ لان انا دلوقتي لما خدت الاتش ده از بروتو، يعني الاتش ساب الرابطه اللي بينه وبين الكربون ديت، فهتيجي تعمل اوفر لابنج وكون بوند ثالثه بينها وبين الكربون اللي فوق اللي ماسكه في البي ار. كده الكربون اللي فوق اللي ماسكه في البي ار كان اصبح حوالي 5 بوند، يبقى لازم البي ار هتخرج از جود ليفنج جروب وتخرج از بوتاسيوم برومايد، والان اتش 2 خرجت از ان اتش 3، واداني اهوت كربون ادي الرابطه الثالثه اللي اتكونت عندي اهي. ده اسمه ايه يا شباب؟ البنزاين. واسمه ليه كده؟ بنز زي البنزين بس عندي تريبل بوند، عشان كده كانها زي الالكاين بالظبط، يبقى اسمها بنزاين. اسمها ايه؟ بنزاين. يبقى دي الخطوه الاولانيه، يبقى انا كده عملت اليمينيشن، خرجت مين؟ المحصله، خرجت الاتش والبي ار، كان عملت خرجت الاتش بي ار. البي ار خرجت از مثلا بوتاسيوم بروميد او صوديوم بروميد، والاتش خرجت از ايه؟ از امونيا ان اتش 3. مكون عندي مين يا شباب؟ البنزاين. البنزاين ده اللي فيه عندي حلقه بنزين وزودت عليها كمان باي بوند، كمان بوند كانها شبيهه بالالقين. الراجل دوت بيكون هايلي رياكتف، الرياكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، كانه ان ستيبل، هو عايز يرتاح باي طريقه، عايز يتفاعل، عايز ايه؟ عايز يتفاعل. فالخطوه الثانيه عمليه الاديشن، عمليه الاديشن الاضافه، عمليه الاضافه. هيجي عندي، مش انا قلت انا بستخدم بوتاسيوم ايمايد، يبقى الوقت البوتاسيوم ايمايد الخطوه الاولانيه بتاعت الاليمينيشن اشتغل از ايه؟ از فيريسترونج بيز. مش خد الاتش دي از بروتون، يبقى اشتغل از بيز فيريسترونج بيز. ضف خطوه الاديشن هو هو برضو الايمايد اهوت الان اتش 2 الامينو جروب النيوكلوفايل القويه، الامينو جروب النيوكلوفايل القويه. في الحاله دي هل دي هنا الوقت اشتغلت از بيز؟ لا، وهنا الوقت اشتغلت از ايه؟ از نيوكلوفايل، زي ما شرحنا المحاضره اللي فاتت. لو النيوكلوفايل خد الهيدروجين از بروتون، يبقى دي في الحاله ديت ما بقولش عليه نيوكلوفايل، اقول عليه بيز، اشتغلت فيري سترونج بيز. الخطوه الثانيه هي عملت اتاك على الكربون اللي هنا ديت، يبقى الوقت بقول عليها اشتغلت از ايه؟ از نيوكلوفايل في عمليه الايه؟ في عمليه الاديشن. الوقت عشان نفهم النقطه ديت، انا كان عندي هنا مش دي البنزاين اللي هي البوند اللي كونت جديد، البوند ديت، البوند دي حاجه من الاثنين، يكون موجوده على الكربون اللي فوق يكون موجوده على الكربون اللي تحت، قول هايلي رياكتف. فلو قلت يا تبقى موجوده على الكربون اللي فوق ديت او الكربون اللي تحت اللي هي الباي بوند الجديده ديت اللي هي كانت في الاساس الرابطه اللي بين الكربون وبين الهيدروجين، يبقى الراجل ده لو فرضت الباي بوند ديت موجوده على الكربون اللي فوق، الكربون اللي فوق دي يا شباب، خلاص يبقى عندي كده اتنين بس، اتنين بس. يبقى الكربون اللي تحت اللي ال NH2 دي عملت عليها اتاك، حواليها كام بوند يا شباب؟ حواليها كام بوند؟ انا دلوقتي الباي بوند الجديده اللي على بتاع البنزاين ديت كانها موجوده فوق بالظبط، موجوده على الكربون اللي فوق، يبقى الكربون اللي تحت دي يبقى موجوده على الكربون اللي فوق، يعني ايه؟ يعني موجوده از نيجاتيف تشارج. ده بالكربون اللي تحت دي حواليها كام بوند؟ اصبح حواليها كام بوند دلوقتي يا شباب؟ لل NH2 ديت راحت عملت اتاك عليها كده بالمنظر ده. حواليها كام؟ زهراء رزاق وزهراء الظفر وزهراء احمد موسى والناس كلها، الناس اشترت معانا كده. والله يا شباب انتوا بتكتبوا رقم، حواليها كام بوند؟ الكربون اللي تحت ديت، شنو السؤال؟ بقول دلوقتي انا عندي البنزاين ده، البنزاين ده حواليها 4 زي صبا، استغفر الله العظيم يا رب. زهراء ظافر تمام، حواليها 3 وصابرين تمام، حواليها 3 وزينب وعبد الله وغفران، كل ده حواليها 3 تمام كده مظبوط. يبقى اللي حواليها 3 ديت اللي كان بيسال السؤال، شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ انا بقول البوند اللي كونت الجريد ده عندي بتاعه البنزاين ديت اللي هي كانت في الاصل ايه؟ تمام، الناس كلها كانت في الاصل ايه؟ كانت الرابطه اللي موجوده بين الكربون اللي القلم عليها والهيدروجين ده، والهيدروجين ده ماشي يا شباب، والهيدروجين ده خلاص عمل لي بوند جديده لان الهيدروجين خرج از بروتون، وفي نفس الوقت البي ار خدت الرابطه اللي بينه وبين الكربون اللي موجوده فيها، فكون لي الراجل البنزاين اللي هنا ده اللي انا معلم عليه ده. بقول الباي بوند الجديده ديت حاجه من
الاثنين، يا اما تكون موجوده على لانها هايلي رياكتيف، يا اما تكون موجوده على الكربون اللي فوق او الكربون اللي تحت اللي هم بينهم وبين بعض. يعني لو قلت دي كربون رقم واحد والكربون ديت رقم اثنين، الباي بوند الجديده ديت يا اما موجوده على واحد يا اما موجوده على اثنين. فانا هفرض ان هي موجوده على واحد، خلاها طالعه كده على واحد، يبقى الواحد ديت عليها كان عليها نيجاتيف تشارج، ما هي البوند عباره عن نيجاتيف تشارج، يبقى واصبحت ثلاثه بوند بقوا اثنين اهو. الثالثه راحت فين؟ بقت نيجاتيف تشارج على الكربون اللي فوق ديت رقم واحد، يبقى الكربون رقم اثنين اللي تحت ديت بقى حواليها كام بوند؟ ادا واحد اثنين ثلاثه، حواليها ثلاثه، اللي حواليه ثلاثه ده ما حدش يقول لي حواليها اربعه في هيدروجين، الهيدروجين خرج هنا اهو، خرج از بروتو عشان الناس اللي قاعده نايمه، خرج از بروتو. وكهو البوند اللي كانت بين الكربون والهيدروجين هي عباره عن الباي بوند الجديده ديت بتاعت البنزاين. فانا بقول ده الراجل ده هايلي رياكتيف، فالنيجاتيف تشارج اما موجوده على الكربون اللي فوق يا الكربون اللي تحت. فالكربون اللي فوق ديت هقول عليها رقم واحد، هيبقى عليها هي النيجاتيف تشارج، يبقى الرقم اللي تحت ثلاثه، والمفروض الكربون حواليها الراجل السالب ده اللي هو الامين ده او المايت جروب ديت تعمل نيكلوفيليك اتاك على الكربون اللي عليها شحنه موجبه، اللي عليها شحنه موجبه يديني مين يا شباب؟ هيديني الراجل ده اهو، واللي فوق عليه ايه؟ عليه نيجاتيف تشارج، اهي النيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج ديت اللي بيبقى عليه نيجاتيف تشارج يا شباب بقى ايه؟ يبقى هايلي بيزك، هايلي بيزك وهايلي نيكلوفايل، مش عليه نيجاتيف تشارج. ده هو هنا لما يجي هنا بقول التفاعل كان فيه امونيا NH3، هو هايلي بيزك عن الامونيا بكتير، يوم جاي واخد من الامونيا هيدروجينة ويكون لي مين وتتحول الى ان ايه، وتبقى الكربون ديت عليها ايه؟ عليها هيدروجين. بس كده، وهو ده المطلوب اثباته. يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه الانيلين اللي هو اللي فوق ده. حد عنده اي استفسار يا شباب في الموضوع ده؟ تاني هقول الميكانيزم ده تاني كمان مره عشان خاطر الحبايب. ماشي يا ست زهرة، هنقول من الاول تاني. يبقى انا يا شباب بقول احنا عملنا عندي نوعين من انواع النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. النوع الاولاني اللي احنا لسه شارحينه وقايلينه الاسبوع اللي فات ولسه شارحينه دلوقتي، ان انا بقول عندي ارايل هالايد لازم عشان يتم الارسو او البارا بوزيشن لازم يكون فيه سترونج الكترونز دروينج جروب زي النيترو جروب. التفاعل ده كان بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق ان الاول كنت بعمل اديشن بالنيوكلوفايل وفي الاخر بيخرج الهالوجين از جود ليفنج جروب، فكان عباره عن ايه؟ عباره عن اديشن فلويد باي اليمينيشن. ده بالراجل الجديد ده اللي هو بتاع البنزين ده، النوع الثاني من انواع النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن بالنسبه للارايل هالايد. النوع الثاني ده ايه؟ العكس، بعمل العكس، بعمل الاول اليمينيشن، بعمل نزع الاول وبعد كده اعمل عمليه اديشن. ده بنيجي للخطوه الاولانيه من الاسم كده، النزع. نزعت انا ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز افاعل البرومو بنزين ده مع البوتاسيوم او الصوديوم ايمايد في وجود الليكويد امونيا عند ماينس 33 درجه مئويه عشان البي ار تخرج، المحصله بتاعت التفاعل البي ار ده تخرج ويحل محلها ال NH2. ما حدش يجي يقول هنا اجيب ايه؟ صوديوم ميثوكسايد او اجيب الامونيا العاديه، لا، لازم فيري سترونج بيز وفي نفس الوقت تبقى فيري سترونج نيوكلوفايل. فيري سترونج بيز ليه؟ علشان تاخد لي الاتش اللي هنا ده، الاتش ده از بروتون، تاخده از بروتون. ماشي يا شباب، الاتش ده تاخده از بروتون بس، ما هي اللي هتاخد الاتش ده از بروتون والبي ار بتخرج كانك كونت بالظبط الانيلين. نخش للتفاصيل. اول خطوه قلت عمليه الاليمينيشن، عمليه النزع، ازاي اطلع الاتش بي ار اللي عندي ديت والان اتش 2 تدخل عندي او اكون البنزين. يبقى اول حاجه خطوه عمليه الاليمينيشن. ايه الاليمينيشن؟ اهو يبقى انا عندي دلوقتي ده الفيري سترونج بيز، انا قلت البي ار بتسحب من السي اللي ماسكه فيها على طول مباشره، وبالتالي الماينس اندكتيف افكت ده بتاع البي ار يمتد الى اول الى الكربون اللي موجوده ثاني كربون بعد الكربون اللي ماسكه فيها على طول، كان عليها بارشال بوست في تشارج ضعيفه. البارشال بوست في تشارج الضعيفه دي تخلي الكربون ديت تسحب البوند اللي بينها وبين الهيدروجين شويه، فبالتالي الاتش ده في حاله الوجود الفيري سترونج بيز زي ايمايد اللي موجود عندي دي اللي عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، تاخد الاتش ده از ايه؟ از بروتون. عشان كده بقول لازم عندي فيري سترونج بيز، لان الاتش ديت القابليه بتاعته انه يخرج از بروتون ضعيفه شويه، ضعيفه جدا،
ضعيفه جدا، يبقى لازم اجيب له بيس قويه جدا عشان تخرجه. ماشي يا شباب؟ يبقى انا ده السودامايد ال ان اتش 2 ديت اللي عليها نيجاتيف تشارج، هتقوم جايه واخده الاتش اس بروتون، لما خدت الاتش اس بروتون ده خلاص هتتحول الى ايه؟ الى ان اتش 3. طب بقى كان بالظبط بقى عندي هنا نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج ديت عباره عن ايه؟ هي عباره عن البوند اللي بين الكربون وبين الهيدروجين، هيحصل له اوفرلابنج، هتيجي هنا هتنزل كده كانك كون التريبل بوند. في الحاله ديت الكربون اللي ماسكه في البي ار بقى حواليها كام بوند؟ بقى حواليها خمسه، فلازم البي ار هتاخد البوند اللي ماسكه في الايه؟ بينها وبين الكربون وتخرج از جود ليفنج جروب. البي ار هتاخد البوند ديت تبقى عليها شحنه سالبه اسمها بروميد، تاخد البوتاسيوم الموجب اللي عندي ده يبقى تكون لي، تبقى البي ار دي طالعه على هيئه ايه؟ بوتاسيوم بروميد، بوتاسيوم بروميد. وتكون عندي مين يا شباب كده في الخطوه الاولانيه بتاعت الاليمينيشن ديت اللي هو البنزاين، من الاسم كده بنزاين، يعني عندي بنزين وعليه رابطه ثالثه كانه شبيهه بالالقاين، عشان كده بنقول بنزاين. ماشي يا شباب؟ بنزين كل الرابط اللي فيه سنجل دبل، انما البنزاين في واحده سنجل تريبل، مش ديت واحد اثنين ثلاثه يبقى تريبل بوند، عشان كده كانها شبيهه بالالقين بالظبط، ومن هنا جاءت التسميه. طيب دي الخطوه الاولانيه خلصنا منها، كوننا البنزاين وقلت الانترميديت دوت فيري رياكتف، الرياكتيفيتي بتاعته عاليه جدا. الباي بوند ديت اللي موجود عليه الجديده ديت هايلي رياكتف، عايزه تتفاعل مع اي حد باي طريقه علشان الرنج تريح، الرنج ترتاح، عشان الرنج ترتاح. الرنج اللي هي مش مرتاحه ديت اسمها هايلي ستريند رنج، لما كنا بناخد السايكلو الكان السنه اللي فاتت كنت بقول كل ما الرنج كانت هناك الاسترند كان بيجي رنج بتظهر. هنا في حاله البنزين ده لما كون بوند ثالثه البنزين ده الرنج اللي عنده هايلي ستريند، فيه ناس دبل بوند سنجل بوند وفي واحده تريبل، فالرنج ترتاح امتى؟ لما يبقى كلهم سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل، عشان كده بقول ده الرياكتيفيتي بتاعته ايه؟ عاليه جدا نتيجه الاسترين، او ان الرنج اللي عندي ما هيش واخد راحتها في القعده، ما هيش واخد راحتها، ما هياش واحد جه ينغص عليها حياتها اللي هي البوند الجديده ديت. يبقى البوند الجديده ديت عايزه تتخلص منها، عشان كده بقول الراجل ده هايلي رياكتيف. اجيب النيكلوفايل اللي عندي اللي هو ال ان اتش 2 ماينس، قلت الباي بوند ديت اللي تكوني الجديده الثالثه ديت حاجه من الاثنين، يا اما موجوده على الكربون اللي فوق يا اما موجوده على الكربون اللي تحت. فانا لو فرضت ان هي خلاص خلاص موجود على الكربون اللي فوق، يبقى كده كان انا عندي هنا اثنين بوند بس، ما هي الثالثه فين؟ اللي هي عباره عن نيجاتيف تشارج اللي فوق. يبقى الكربون اللي تحت ديت اللي ال ان اتش 2 عملت نيكلوفيليك اتاك عليها حواليها ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، والكربون المفروض يبقى حواليه كام؟ اربعه، يبقى ناقصه بوند. البوند هتيجي منين؟ من نيجاتيف تشارج اللي موجود على ال ان اتش 2 تعمل نيكلوفيليك اتاك عليه. اتفقنا؟ يبقى كده الكربون اللي فوق ده عليها يا شباب عليها نيجاتيف تشارج اللي هو البرودكت ده. يبقى انا كده عملت عمليه الاديش اديشن للنيكلوفايل، يبقى ال ان اتش 2 بتاعه البوتاسيوم ايمايد اشتغلت لحاجتين، خطوه الاليمينيشن اشتغلت لاز فيري سترونج بيز، فيري سترونج بيز ليه؟ قلت اللي ياخد الهيدروجين از بروتون يبقى لما هياخد هيدروجين بروتون كانه حمض، يبقى اللي خده مين؟ اللي خده قاعده، القاعده اللي هي مين؟ اللي هي الفيري سترونج بيز ال ان اتش 2. الخطوه الثانيه اشتغل برضه، اشتغل عمل ايه؟ عمل عمليه الاديشن، اهو اشتغل از نيوكلوفايل اتاك، هنا بقت الكربون اللي فوق عليها نيجاتيف تشارج اللي هو البرودكت ده. خلاص واحد عليه كومبليت نيجاتيف تشارج، عايز يديها لاي حد، هيديها لمين؟ هو جايب الاتش هنا من الامونيا اللي موجوده على السهم دي ليكويد امونيا، ياخد منه الاتش لان ده فيري سترونج بيز، فيري سترونج بيز قويه جدا، النيجاتيف تشارج اللي اتكونت على حلقه البنزين خلته قوي جدا كبيز البوزيشن ده، يوم جاي من هنا من الامونيا، الامونيا اللي هي تعتبر كبيز اصلا، بس بيز بمقارنه بالبنزين تعتبر الكربون اللي عليها نيجاتيف تشارج بتاعت حلقه البنزين دلوقتي، يعتبر الامونيا دهات كانها بالنسبه له حامض، مع ان احنا بنقول الامونيا بيز، بس نتيجه للقاعديه بتاعته العاليه جدا، عاليه جدا، يعني واحد معاه مليون دينار وواحد معاه 300,000، ال 300,000 كويس، بس بالنسبه لابو مليون ده يعتبر ضعيف. فمن هذا الاساس ان النيجاتيف تشارج خدت من الامونيا الاتش، ماشي يا شباب، وكون هنا الايه؟ وكون لي كده البوند الجديده كان بالظبط هنا، معلش بقى نيجاتيف تشارج بقت كربون ايه؟ بقت كربون هيدروجين. وهو ده المطلوب ايه؟ المطلوب اثباته. المطلوب اثباته، ماشي يا شباب، اللي هو الراجل ده هو الراجل ده. التفاعل ده علشان يتم يا شباب، لو انا حد بقى الناس تفكر معايا، لو الكربون رقم 2 ديت اللي هي بعد الكربون اللي ماسكه في البي ار اللي بقول عليها الاوس بوزيشن، لو عليها مثلا فرضت عليها مجموعه ميثايل من فوق ومجموعه ميثايل من تحت،
يعني هنا ميثايل وهنا ميثايل، التفاعل ده يتم، التفاعل ده يتم يا شباب. البوزيشن رقم اتنين ده القرص ده بالنسبه للكربون ديت اللي ماسكه في البي ار. لو قلت لو حطيت هنا مجموعه اي مجموعات بقى، حطيت ميثايل وميثايل مثلا، التفاعل ده يتم. التفاعل ده ما يتمش، تمام يا عادل؟ ما يتمش ليه يا شباب وفاطمه؟ تمام كده، ما يتمش ليه؟ تقولي نو رياكشن، ما يتمش ليه؟ علشان انا قلت لازم بيطلع عندي ايه؟ بيطلع عندي الاتش از بروتون، ده باني ما عنديش اتش تخرج از بروتون، يبقى التفاعل هيتم ازاي؟ واكون الانزايم، يبقى التفاعل ده ما يتمش. طب فرض انا قلت هنا عندي مجموعه ميثايل مثلا في البوزيشن ده. عندي هنا ميثايل والبوزيشن اللي فوق ده فيه اتش، يبقى التفاعل هيتم فين؟ هيتم على الاتش اللي فوق. يعني فرضا استبدلت واحده من دولت، هنا عندي هنا ميثايل واللي فوق ديت ما عليهاش اتش زي ما هي، يبقى التفاعل يتم على مين؟ على الجزء اللي فوق. يبقى لازم عشان التفاعل يتم بالطريقه اللي هي تكوين البنزين ده اللي هو الاليمينيشن اديشن، لازم يكون عندي بالظبط كده متكون، متكون البنزين يعني زي ما زينب فاضل بتقول بيكون البنزين. ماشي يا شباب؟ يبقى لازم الشرط بتاعي لازم يكون عندي فيري سترونج بيز، ولازم يكون عندي القرص بوزيشن بالنسبه للكربون اللي ماسكه في الهيدروجين اللي عندي ده، لازم تكون ات ليست واحد منهم عليه هيدروجين. لو الاثنين عليهم سبستيتيوشن يبقى التفاعل ده ما ايه؟ ما يتم، لان البنزين مش هيت ايه؟ مش هيتكون. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ هنخش على، هنتكلم على التسميه بس النهارده بتاعه الفينول ديت، عشان يبقى كده خدنا ايه؟ خدنا حاجه جديده. ايه السؤال طيب؟ زهراء بتقول للدكتور بس سؤال، السيوليت ده، السيوليت ده عندي ار، ماشي يا شباب؟ كلمه سايو ديت ما ناخدها في التسميه بتاعت الكورس الثاني، السايو دي زي ما انتم عارفين يعني عندي سلفر، يبقى عندي هنا ار الكايل جروب متصله بايه؟ متصله بسلفر، سلفر اللي هو الكبريت ماشي، وعليه نيجاتيف تشارج لانه متصل بايه؟ متصل بميتال زي الصوديوم او البوتاسيوم، اقول عليه صوديوم سايوليت ماشي يا شباب، او بوتاسيوم سايوليت ماشي. فانا لو ده هيشتغل، لان ده احنا كاتبينه في الجزء الاولاني بتاع النيوكليوفيليك سبستيوشن عن طريق الاديشن اليمينيشن، اللي لازم يكون عندي الكترون وزرون وجروب موجوده، يبقى مين اللي هيشبك له ويحل محل الهالوجين اللي عندي يا شباب؟ اهو الراجل اللي هو محل النيوكليوفيليس السلفر اللي عليها نيجاتيف تشارج، يبقى قوم جايب الاس ار ديت وقوم لازقها في ايه؟ مكان الايه؟ مكان الهالوجين اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. يعني ديت لو ميثايل اقول عليها صوديوم ميثايل سايوليت، لو هي ايثايل يبقى ميثايل ايثايل صوديوم ايثايل سايوليت، حسب الايه؟ حسب الالكايل جروب اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. واعرفوها كده، سايو يعني في عندي سلفر، سايو يعني عندي ايه؟ عندي سلفر. هنيجي النهارده ناخد بس عشان الوقت خلاص زحمنا، هناخد بس التسميه بتاعت الايه؟ بتاعت الفينول. ايه هو الفينول؟ شوف فاكرين الالكول؟ الالكول الار ديت كانت الكايل جروب، الار اللي عندي ديت بقى حلقه بنزين، جنرالي بقت حاجه اروماتيك، حاجه اروماتيك كربون فيها دايركت اتاتشد بالاو اتش، يبقى كده اقول عليها فينول كومباوند، سواء كانت بنزين او غير بنزين، يبقى او اتش متصله بكربون اروماتيك في حلقه اروماتيه، يبقى الراجل ده بقول عليه يا شباب، بقول عليه فينول، اقول عليه يا شباب، اقول عليه فينول. يبقى
يبقى عندي هيدروكسيل جروب دايركتلي اتاتشد بي اروماتيك كربون، اروماتيك كربون. انما لو اليفات الكربون لا يقال عليه فينول، ولكن يقال عليه ايه؟ يقال عليه الكول. يبقى الكربون اللي ماسكه في الاو اتش ديت لو هي اليفاتيك يبقى اقول عليه الكوهوليك، يشتغل شغل الالكول الكحولات اللي خدناها السنه اللي فاتت. الكربون اللي ماسكه في الاو اتش ديت موجوده في حلقه اروماتيه يبقى اقول عليها فينوليك، او بقول عليها جنرال ايه؟ اقول عليها فينول. نيجي للتسميه زي ما احنا عارفين، ده ابسط مثال للفينولات اللي هو الفينول نفسه اهو، كاني بقول عليه هيدروكسي بنزين ماشي، بس دي ايه؟ تسميه شاذه، انما هو معروف ايه؟ فينول. حتى الواجب بتاعه نيم فينول خلاص، هو مشهور بكده ماشي، يبقى ده فينول. ده باللي بعده اهو، مش عايز يعني اي مشاكل، ميتا برومو فينول اهو. هنا ده او اتش متصله وهنا ميسايل، ده بقول عليه ايه؟ اقول عليه توم ميسايل فينول. التوم ميسايل فينول ده يا شباب له كومن نيم شائع اسمه اورسو كريزول. كريزول يبقى ايه الكريزول؟ الكريزول الكريزول الناس تركز، غير الزايلين، الزايلين كنا بنقول داي ميسايل بنزين. الكريزول عندي او اتش فينوليك مع ميسايل جروب، الكلام واضح اهو، او اتش فينوليك مع ميسايل جروب، يبقى ده بقول عليه ايه؟ اقول عليه كريزول. طب لو هو اورس كريزول يبقى الميسايل جروب بالنسبه للاو اتش موجوده في البوزيشن رقم 2. طب لو قلت ميتا كريزول يبقى الميسايل جروب موجوده في البوزيشن رقم 3. طب لو قلت بارا كريزول يبقى الميسايل جروب بالنسبه للاو اتش موجوده في البوزيشن رقم 4. بس كده عندي ده. في عندي بعد كده بقى داي هيدروكسي، اثنين جروب، اثنين جروب، اثنين او اتش جروب موجودين فيه على حلقه بنزين واحده. انا قلت لو واحده بس فقط اسمه فينول زي ده. طب لو موجود اثنين، لو موجود اثنين زي دول يا شباب يبقى اسمه كاتيكول. اسمه ايه؟ كاتيكول. اسمه كاتيكول. طب لو موجود واحد وثلاثه، واحد وثلاثه كده الداي هيدروكسي بنزين ده يبقى اسمه ريزورسينول. ما اقولش اورسو ميتا، ما اقولش اورسو هيدروكسي فينول. الاورسو هيدروكسي فينول ده اسمه ايه؟ اسمه كاتيكول. الميتا هيدروكسي فينول اسمها ايه؟ ريزورسينول. البارا هيدروكسي فينول اسمه ايه؟ هيدروكينون او هيدروكينول. ماشي يا شباب؟ يبقى الاسم الشائع بتاع الداي هيدروكسي اللي هما واحد واثنين اسمه كاتيكول، واحد وثلاثه اسمه ريزورسينول، واحد واربعه اسمه هيدروكينون. الحاجات دي تحفظ يعني، وانت هتبقى سهله بالنسبه لي. بعد كده عندي لو هم عندي مثلا، انا قلت الرينج دي الوحده اسمها ايه يا شباب؟ ديت كده لوحده اسمه ايه؟ ده لوحده اسمه كده يا شباب؟ من غير ما الناس تفكر وتتعب نفسها، ده احنا شارحينه في الاوكسيديشن بتاعت الالكايل بنزين. بنزويك اسيد، تمام عادل، بارك الله فيك. تمام زهراء، تمام صبا، تمام. ده اسمه بنزويك اسيد. في الحاله دلوقتي انا عندي او اتش وعندي سي او او اتش، انسب لمين؟ انسب للاو اتش ولا انسب للكربوكسيليك اسيد؟ تمام الناس، ولا انسب للكربوكسيليك اسيد؟ لا، انسب للكربوكسيليك اسيد، هو اللي له البرايورتي، اللي هو انسب له كبيرا عن مين؟ عن الاو اتش. ماشي يا شباب؟ يبقى انا دلوقتي اقول ده، اقول على ده ايه؟ تو هيدروكسي بنزويك اسيد. يبقى احنا عرفنا ايه تاني؟ اللي هو السلسليك اسيد زي ما زينب بتقول، اللي انتوا خدتوه في العملي. انا ليه نسبت ليه البنزويك اسيد؟ لان الاو اتش السي او اتش الاسيدك، السي او اتش مجموعه الكربوكسيل لها البرايورتي ان هي تبقى بيرنت عن مين؟ عن الاو اتش. مش احنا كنا بنقول الاسيد هناك الالفاتك له البرايورتي عن الالكول؟ فهنا نفس الكلام، الاروماتيك الكربوكسيل، الكربوكسيل جروب ديت لها البرايورتي عن مين؟ عن الاو اتش. فالاو اتش دي طبعا لما تبقى اس سبستيتوانت بقول عليها هيدروكسي اس سبستيتوانت، يبقى بقول عليها هيدروكسي، يبقى بقول تو هيدروكسي بنزويك اسيد. وما هو تو هيدروكسي بنزويك اسيد؟ الاسم الكومن نيم بتاعه الشائع اللي الدنيا كلها عارفاه، اللي بحضر منه الاسبرين، اسمه السلسليك اسيد. زي ما انتم عارفين الاسبرين ده اسمه اسيتايل سلسليك اسيد، وهنقول تحضيره في الرياكشن بتاعه الايه؟ بتاعه الفينول. يبقى ده اسمه السلسليك اسيد. السلسليك اسيد يساوي ايكوال تو هيدروكسي بنزويك اسيد. ماشي يا شباب؟ اهو ده لو تو هيدروكسي، لو هنا بارا هيدروكسي اقول بارا هيدروكسي بنزويك ايه؟ بنزويك اسيد. وان شاء الله نكمل المحاضره اللي جايه بقيه التسميه، ونخش على الايه؟ على الفيزيكال كاركتر والحاجات دي كلها. انا اعتبر النهارده
راجعت على المحاضره اللي فاتت وما قلتش حاجه جديده للتسميه، بس اللي هي الاولانيه بتاعت مين يا شباب، بتاعت الايه، بتاعت الفيمل. ربنا ينفع بكم يا رب ان شاء الله، وكل الامور معاكم كده تمام، واللي عنده اي استفسار في اي حاجه احنا بخدمتكم، بس اهم حاجه انها تبذل مجهود وتعمل اللي عليها وتتقن عملها، هتبقى الدنيا زي الفل. وقلت الحاجات البيزك دي كلها هي ديت اللي هتعيش بها في السنين اللي جايه، سواء في الهيتروسايكليك، سواء في الميديسنال كيمستري، سواء في الفايتو كيمستري، سواء في البايو كيمستري. واهم حاجه الكويز ان شاء الله هيكون لغايه المحاضره اللي هي بتاعه الارايل هالايت. الارايل هالايت وهو اللي احنا قلناه من غير البنزين اللي احنا قلناه النهارده، بتاعه الارايل هالايد لغايه اللي هو الميكانيزم اللي شرحناه اللي هو بتاع الاديشن فلويد باي اليمينيشن الاولاني، انما بتاع البنزين مش داخل، بتاع البنزين مش داخل. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش كلها لا.